علي من تركيا، اهلا بك، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله، تفضل اخي علي. زعلاء، بحيي حضرتك وبحيي الساده المشاهدين وبحيي الدكتور. اهلا وسهلا دكتورنا. عندي سؤالين. السؤال الاول بالنسبه لل، هل يجوز ان انا احج وفيه عندي مشاكل في الميراث؟ اعد السؤال اخ علي، انا فهمت السؤال. هل يجوز ان انا احج ويكون في مشاكل بيني وبين اهلي في الميراث؟ طيب، هل الحج هذا اخ علي هو حج الفريضه؟ نعم. تمام، هذا الحج لاول مره يعني؟ نعم، لاول مره. تمام. السؤال الثاني. طيب، السؤال الثاني، هل يجوز ان انا احج برضو في نفس النقطه ويكون عليا دين؟ تمام. عندك سؤال اخر اخ علي؟ شكرا، جزاكم الله خير. شكرا، اهلا ومرحبا. طيب، اهلا بمشاركاتكم مشاهدينا. هذا هو رقم الواتساب ظاهر امامكم على الشاشه. تسمع اجابتين من فضيله الشيخ اخي علي. شيخنا اذا يريد ان يحج ولديه مشاكل في الميراث. نعم، طبعا يعني جزا الله خير الاستاذ علي. يعني انا اقول ان حسن السؤال يعني دليل على الفطنه. يعني فهو احيانا بعض الناس يبقى عنده مشاكل في الميراث مع اخواته مثلا، وربما يكون لا يعطيهم حقهم، او وخاصه اذا كان في الميراث بنات او شيء من هذا، وبعدين يمنع الناس من حقها في الميراث، وبعدين يقول لك انا رايح احج. تمام، فبعض الناس يظن ان هذا يعني تبدلنا حقنا الاول قبل ما تروح تحج. فانا اقول للاخ السائل، اولا ما فيش ترابط بين الاثنين. كيف يعني؟ مفيش ترابط؟ يعني اذا جاء موعد الحج. نعم، اذا جاء موعد الحج وهذه حجه الفريضه للانسان، يبقى يروح يحج الفريضه ويجي نحل المشكله. يعني عدم الحج لن يقدم، ربما ولا يتصرف بمال لا 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 هذا مشكله الميراث تظل قائمه كما هي، لانه هذا هو لن ياخذ شيء. اذا كان ياخذ هذا قبل ان، يعني اذا كان هو حسم ومش عاطي وخد الفلوس وراح حج بها، ده موضوع. أيوة، ثاني. ده موضوع. لا اعتقد ان هذا، ربما هذا ما يقصده. اذا كان هذا، لا طبعا، يبقى هذا مال حرام، والله لا طيب لا يقبل الا طيبه. يعني اذا كان واحد واكل حق اخواته او حق اقاربه او من له حق في الميراث ويذهب بهذا المال يحج، فحجه مردود، او انه المبلغ مختلف عليه. يعني انا اقول لك لهذا، اذا كان اخذ حقوق الاخرين، مش بس اذا كان ميراث، اذا كان المال مال ليس حلال، وبالتالي الحج مردود كما ورد في الحديث. يعني يرد عليه يقول لا لبيك ولا سعديك، حجك مردود غير مقبول، فزادك حرام وحجك حرام. كل هذا يعني، وإن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. وبالتالي أنا ظننت أن هو يتحدث، ما زالت المشكلة قائمة وهو سيذهب. أما إذا كان في أكل للحقوق، فبالتالي طبعا يعني هو هذا